حركه المباهين وتقني الصحه بالمغرب اعتصاما وطنيا امام مقر وزاره الصحه يتزامن مع اضراب وطني لمده 48 ساعه. وطبيعة حالات الاضراب كالعاده يستثني اقسام المستعجلات والانعاش وعيا منا بحساسيه هذه المصالح. اليوم جئنا لنحتج يعني في كتتمه لمسلسل نضالي من اجل سته مطالب اللي كنشوفهم مشروعه، وعلى راسها اخراج الهيئه الوطنيه للممرضين وتقنيه الصحه، كذلك انصاف الممرض في مساله التعويض عن الخطر المهني اللي صراحه هناك تمييز كبير يطال الممرض في هذه المساله هذه، خصوصا انه يعتبر من فئه مقدمي العلاجات، ومن غير المعقول ان نجد تباينا في التعويض عن الخطر المهني بين فئه مقدمي العلاجات، حيث نجد المرض المغربي يتقاضى تعويضا لا يصل حتى خمس ما تتقاضاه فئه اخرى ايضا تزاول معنا في نفس القطاع، بحكم ان الخطر المهني واحد لا يفرق بين الفئات. هذا من جهه، من جهه اخرى نطالب ايضا بمراجعه شروط الترقيه التي هي مشكله في حق الممرض المغربي كذلك، حيث ربما نجد ان الممرض قد يظل حبيس درجه واحده لمده 14 سنه، في حين انه 12 سنه فقط تكفي بعض الفئات لان تترقى ثلاث درجات، وهذا حيف كبير يطال الممرض المغربي. كذلك نطالب باخراج نصوص تنظيمي لقانون المهنه وعلى راسها مصنف الكفاءات والمهن الذي سيحدد بدقه اعمال الممرض اين تبتدئ واين تقف، لكي لا نقع نتيجه في 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 سهام المتابعات القانونيه التي تطالنا، حيث يجد الممرض المغربي نفسه متابعا بين مصدر القانون الجنائي حاله عدم تقديم المساعده لشخص في حاله خطر، وايضا في حاله اذا لم يتابع بهذه المساله يتابع مساله يعني انتحال صفه طبيب او انتحال صفه مهني اخر في القطاع. اليوم كنشارككم في واحد الاعتصام وطني اللي ضبطوا حركه الممرضين وتقنيه الصحه. المطالب اللي كنطالبوا بها هي المطالب اللي اعتدى عليها المواطن المغربي والمراقب للشان العام، ست مطالب لم تستجب الوزاره لها. اول مطلب اللي هو التعويض على الاخطار، يعني التعويض اللي كيتقاضاه الممرض هو تعويض هزيل لا يقرب ولا يساوي مدى الاخطار اللي كتعرض لها، وبالمقارنه مع فئات اخرى يعني غير متساوي وبعيد كل البعد. هذا كنعتبرو كممرضين انه يعني كيقلل من شان ديال الممرض المغربي. إضافة إلى ذلك كاين مطلب ديال هيئة الممرضين وتقنية الصحة اللي كنطالبوا بها. هذه الهيئة إضافة إلى المطلب ديال مصنف الكفاءة والمهن، هذ المطلبين هما كيسبقوا في تجويد الخدمات الصحية وضمان صحة المواطن، لأن ملي كيزاول الممرض راه كيزاول يعني في بشر، كيزاول في الصحة ديال المواطن المغربي. أضعف الإيمان أن هذا الممرض هذا خاصو يزاول في إطار يعني قانوني اللي كيراقبوا وكيسهر على جودة الخدمات التي تقدمها هذا الممرض هذا. إضافة إلى ذلك كنطالبوا بأن يتم إدماج الممرضين العاطلين. إحنا كممرضين مزاولين في الميدان كنعانيو من خصاص في الموارد البشرية، خصاص اللي كتواجه الوزارة يعني إحجام عن توظيف الممرضين اللي كيتعدى العدد ديالهم 5000 ممرض اللي عاطل. كنطالبوا الوزارة أنها تدمج هاد الممرضين ماشي بالتعاقد، تدمجهم طريقة اللي هي كتضمن لهم الكرامة ديالهم. اخر مطلب اللي هو كنعلق عليه انه مطلب ديال انصاف ضحايا المرسوم. هذا المرسوم هذا اللي كتروج ليه الوزاره على انه استجابه للمطالب ديالنا، استجابه المطالب ديال الحركه نزل هذا المرسوم هذا. حنا كنقولوا الوزاره كفى من المغالطات، هذا المرسوم زاد غير عمق المشكل، ما حلش مشكل، ما يعني كان دون مستوى اللي كان تطلعات ديال الممرضين المغاربه.